انا جعت، واذا جعت ترى انا ما راح اعقل عليكم. شلون نامت؟ ما نعسش يا ديرك، صحت الليل قامت نعس. الله مالو جات وعدت ما تديره لك مكرونه. دقيق واي ليش يضرب كهرباء؟ دقيق عادي، لأي الانسان يغلط وخطاء، انا من الخطائين التوابين. نينين انا سهران ده حبيبي، بدو ياني البس احلى تيابي. سبحان الله، متعب الحياة العقلاء، متعبة. تجلس مع شخص كده عاقل ورزين متعب، تفكر كيف تتعامل معاه، حالتك حالة. والله العظيم لا يزعل، حياة المجانين أقسم بالله أنها حلوة. أرحب يا جارح، أرحب يا رب بعينك يا جارح، أرحب أرحب، نور يا الجارح يا صديق الصدوق. شو رأيك يا الجارح؟ والله قلت لهم إنه الحياة حق الناس العقلاء مرة متعبة، والله العظيم عن جد متعبة. تجلس مع واحد فاهم مرة يقرفك بالفلسفة ويتعبك في الحياة أكتر. أيوة تكون أنت فاهم الحياة بس مطنشها. هو الفاهم، شوف هذا الفاهم يكون يبين إنه فاهم، فأنت كواحد مش أحاول أوصل لكم الفكرة، أعطوني فرصة. هلا أنت لما تجلس مع شخص، الفرق بين الشخص الفاهم العاقل والشخص اللي كده نفسي يبين خفيف وفكاهي وتافه، أيوة هذا يكون عقله أكبر أكبر. بس هذا عنده فلسفة في الحياة. وإيش الفلسفة مثلا؟ أنا وإيش فلسفتي في الحياة؟ أيوة إني ما أعطي للناس مستوى ذكائي. أيوة عشان ليش؟ عشان ما أشقى في الدنيا، ما أتعب. العاقل ننزل عليه المسؤوليات، نعطيه الضغط الحياة، نعطيه قرف الدنيا، نحط عليه. ليش؟ عشان عاقل. بس نفسي أنا يفهم كل شيء بس ما يقول. أيوة وعيش ملك ملك. أيوة أنا عايشة قسم بالله، أهلي ما يعتمدون علي في شيء، والله العظيم. ايوه جهبلة ما تعرف. انا اعرف كل شيء، كل شيء اعرفه. بس شارية دماغي. وهذا الفاهم كتير يعجز ويصير وجهه اكبر من عمره، وعليه الضيم، وعنده تجاعيد هون، وحالته حالة، والشيب طلع. هو يكون صغير عمرا بس شايب شايب شايب. احنا الله يطول في شبابنا، والله العظيم ضل حلوين. حتى لو كبرنا نضل حلوين. ايوه فمشان هيك انا قررت من زمان، صار 10 سنين، قررت اصير هبلة اعيش حياة سعيدة. مبسوطة، مرفوع علي القلم. شو ما أقول ما يأخذ الناس بيا. والله ترى أنا أحياناً أبكي بدون ما أعرف، أقسم بالله إني أحياناً أبكي وأنا أحكي، والله العظيم.
والله العظيم انه احيانا اتأثر بدون ما اقول لي، اقسم بالله اعاقه شكلها. والله والله ابكي يعني بدون ما اعرف، يعني حتى انا ما اعرف اني بكيت لين ما اشوف الدمعه كده نزلت بالغلط. والله 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 ما قصدت، اقسم بالله ما قصدت، ترى ما اقصد، والله ما اقصد، والله هي كده يعني انا على سبا، وانا ما اكره محتوى البكاء. اقسم بالله اكره هذه الحركات، حركات الدراما هذه. والله العظيم بس كده يعني ابكي بالغلط، والله العظيم ما اعرف كيف، تصدقوني ابكي بالغلط والله، حتى ما اكون يعني اكون يعني حزينة بس ما في سبب، يعني ما عندي سبب يحزني. والله والله مش يعني شو اقول لكم، يعني مش حزن، يعني ما ادري، والله ما ادري شو اقول لكم، كيف كذا يعني احزن كذا على غفلة. عبري، انا لو اعرف اعبر كنت من زمان عندي زعاطيط. ما اعرف اعبر لوح، ما اعرف ابوح، ما اعرف اعبر، ما اعرف اقول كلام حلو، ما اعرف اشكر، ما اعرف امدح، ما اجامل، ما اعرف اجامل، ما اعرف اسلك، كل هالاشياء حق الحياة اللي تتعايش في، اللي لازم تصير فيك عشان تعيش في الحياة وتتعايش مع الناس ما في، قسم بالله. يعني مثلا اكون مثلا انا مثلا في 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 شيء في قلبي اقول العكس حقه، اقسم بالله. يعني مثلا اصير اكون احبكم بس ما اسفل فيكم. ايوه ايوه عندي مشكله والله العظيم، ما اعرف اعبر، اقسم بالله. والله العظيم قولوا لي لا انت ما عندك ذوق، والله مش ما عندي ذوق، والله مش ما عندي ذوق. يعني انا اكون مثلا شخص مثلا سوى لي شيء حلو مره فرحني، من كتر الفرحه ما يطلع بوجهي. اقول طيب ايش فيكي مو فرحانه، حسيتك. والله انا فرحانه مره كثير بس اخجل اعبر عن فرحتي، يعني فهمتوا كيف؟ أخجل أخجل يعني أعبر عن فرحتي. والله يعني أخجل والله العظيم ما أعرف إيش أقول لكم. والله الصراحة ما بارك الله في الكتمان، ما أعرف أعبر لكم صراحة للأمانة، والله العظيم. بس مثلا أنا أكون مثلا أنا بدي أقول لكم كلام حلو بس ما يطلع، ما يطلع، ما يطلع، ما أعرف أقوله. شوف هلا أنا أحكي في موضوع وعيوني تبكي، شفت؟ أقسم بالله ترى أنا مو أنا. أنا موضوع غير أصلا، ما في حزن، والله العظيم يا جماعة عندي إعاقة، والله العظيم يا جماعة انقذوني. اقسم بالله يا الله. مشاعر مضروبة، والله العظيم ما قصدي، اقسم بالله ما قصدي ابكي، والله احلف لكم اني ما قصدي ابكي. ايش هادي ياي، شكلي يمكن من زمان ما بكيت فعندي تراكم دموع. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم ماني قصد أبكي، والله يعني لا، والله والله كيف ما راح تقتنعون.
اقول شيء والظاهر شيء تاني. والله العظيم مشكلة ورطة. عشان هيك اقول لكم الايام، اقول لكم ما افتح بتوت عشان ما يصير معايا هذا العطب. دقيقة دقيقة، والله صراحة في مرض في الموضوع. دقيقة احط اغنية كذا، ايش الاغاني؟ لابتوب كله حزن. والله يا جماعة خلل، والله والله يعني جالسة أحكيكم في موضوع كذا، ليش بكوا دموعي ما أفهم. غريب والله العظيم. والله حتى أنا أبكي. أفق، لا ما تبكون، هيا حلوة، انتو حلوين، انتو حلوات. ليش تبكي؟ بصحتك، تحركين ايدك، احمد الله انك تصحين الصباح وتشوفين الشمس، في غيرك مو قادر يشوف. والله العظيم احمد الله.